مشاهدينا الكرام عودي لمتابعة هذه التغطية الخاصة وفي القسم الثاني ارحب بضيفي استاذ رضوان الديب الكاتب والمحلل السياسي استاذ رضوان صباح الخير واهلا وسهلا فيك اهلا فيك يا أهلا. طب. استاذ رضوان سنبدا مباشرة من من المرحلة الثالثة التي اعلن عنها نتنياهو ان المعركة على غزة بدأت في مرحلتها الثالثة دكتور علي حمية قبلك كان عم بيقول انه ليش المرحلة الأولى شو عملت لينتقل للمرحلة الثانية ومن ثم للمرحلة التالتي يقصد بنيامين نتنياهو التوغل البري في غزة راقبنا في اليومين الماضيين محاولة التقدم نحو غزة هل هو يريد فعلا مازال يريد الاجتياح البري لغزة أم يريد اعتماد مثلا سياسة القدم شيئا فشيئا أول شيء تحية لأهالي غزة تحية للشهداء وأرواحهم تحية للجرحى لعذابات الاهالي مه. كمان تحية لاهل جنوب لبنان الصامدين مه. تحية لشهداء حزب الله ولكل الصمود الاسطوري <applause> اللي عم يصير بالجنوب مه. اللبناني وتحية كمان للاعلاميين بجنوب لبنان وفلسطين اليوم فاتوا على مدير مكتب الميادين الزميل ناصر اللحام واعتقلوا اعتدوا على زوجته واولاده واعتقلوا على اولاده تحيه للاعلاميين برايي برأي كلام نتنياهو هو كلام للشارع الاسرائيلي للراي العام الاسرائيلي آه نتنياهو آه قدم آه معلومات مغلوطه لجمهوره آه عن كل الجمهور هذا الجمهور الاسرائيلي هناك آه، انتقادات حاده دا. لرئيس الحكومه م. الاسرائيليه آه، خلافات داخل داخل الطغمه الحاكمه آه، باسرائيل م. نتيجه آه، اولا الفشل في موضوع التصدي لتوافان الاقصى وما حققته آه، القسام من انجازات في العمليه م. يضاف لانه نحن الان في اليوم ال25 اسرائيل عجزت عن تحقيق اي شيء في غزه، انا حسب ما خ... يعني قيادات فلسطينيه بحماس اسرائيل لم تستطع خلال 25 يوما من ضرب قاعده صواريخ واحده للقسام، لم تستطع ضرب موقع, للق... موقع للقسام لم تستطع اغتيال قيادي بارز في القسام نعم. لم تستطع كل هذا الحرب النفسية والتهويل العامي عنه. إن ماذا فعلت؟ انه, إنه ما ما عملوا أي شيء اليوم مم. الإسرائيلي في مأزق. مم. الإسرائيلي في مأزق كبير وبدأت مم. الآن نلاحظ بأن المجتمع الدولي الذي أعلن بوضوح مم. بعد الأيام الأولى لتوافان الأقصى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها هذا الجو. بدا يتغير الان الجو الانساني في اوروبا حتى داخل الولايات المتحده بدا يتقدم على موضوع حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها وبدا العامل الانساني ياخذ حيزا واسعا في 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 غزه هلا في بدا الراي هناك تحركات بالراي العام الدولي تحركات بالراي العام الاوروبي تحركات بالراي العام الاوروبي ما بقى بيقدر يعني ما بقى حدا بيقدر وانا برايي كمان حتى الامريكاني عم يقولوا له يا خيي نتنياهو عم يطلب، اعطوني فرصه، اعطوني فرصه، طب اعطيناك اول فرصه بالحرب مثل عم يقول الاولى، واعطيناك ثاني فرصه بالحرب الثانيه، وهلق بدنا نعطيك فرصه، طب يا خيي اعمل انجاز 25 يوم مش ممكن, ممكن ما ما قد ممكن الفرصه تمتد استاذ رضوان؟ ما بقى ما بقى بيقدروا، في مازق عندهم، <applause> كيف بده في مازق، <applause> يعني كمان خبرتنا قيادات حماس انه مزبوط في مفاوضات امريكيه قطريه بموضوع الاسرة بموضوع الهدنه ما وصلت لشيء نتيجه التعنت الاسرائيلي انه اسرائيل طالبين اعطونا فرصه رأ. ايام بعد لنحقق انجاز أه. هلق العبكرة اليوم انسحبوا مه. من منطقه صلاح الدين الاسرائيليين هن اعلنوا انه انسحبوا من منطقه صلاح الدين اسا اليوم في ثلاث اليات تقدمت تم ضربها طب شو بده شو غزة مش ممكن يعني مش ممكن يا ما شفنا ب 82 ببيروت بعد ما من انسحبت منظمة التحرير والجيش العربي السوري من بيروت فات الاسرائيلي على بيروت ما بيقدر الاسرائيلي عاجز الجند الاسرائيلي جندي حتى بعد ما انسحبت يعني هون ما بدنا نرجع حتى بعد ما انسحبت وفات الاسرائيلي قاوموا أهل, اهل بيروت قاوموا أهل, اهل, بيروت لم يرضوا بالاحتلال انت يعني محتل نعم في في مأزق في مأزق <applause> لأول مرة <من تصفيق> مأزق عند هذا الكيان مش عارفين كيف بده يطلعوا منه هل طب, طب... سمحوا لك تروح للامام الهروب للامام هرب نتنياهو للامام سمحوا لك تقف تدمر شو... 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 تقصف يا شو... اخي قصف في 1200 بنيه منزلهم بغزه بعد مم. وفي الاف البن الابنيه تصدعت طب شو صار القصف الجوي ما بيعمل انجاز عسكري مم. القصف الجوي ما بيخليك تنتصر بدك تنزع على الارض بعد الاسرائيلي هلا كل العمليات عاجز من النزول على الارض، مه. بالقياده العسكريه الاسرائيليه في خلافات واضحه حول هذا الموضوع، مه. حتى الامريكيين وقالوا انه اجت قوات نخبه امريكيه وما بعرف شو فرنسيه، لا. حتى الامريكيين قالوا ما تفوتوا تتورطوا بالدخول البري على على غزه تعملكم مش مش مشاكل مش مش كبيره. هلا هل السؤال هل بتروح الامور نحو هدني أسبوع مثل ما عمين ويتم فيها إدخال المواد الغذائية لغزة حتى الآن بالاتصالات القطرية الأمريكية المصرية هناك في تقدم في هذا المجال بس الإسرائيلي وبعده نتنياهو عم يطلب أعطوني مهلة تم الأمريكان أعطوه مهل قال طالب 10 مليارات دولار زياده أعطوك 10 مليارات دولار بالدفعه الاولى هل زيلينسكي عم يطلب اسلحه كمان انه هاي الاسلحه صارت تروح على اسرائيل حتى ولو اعطوه مهلي استاذ رضوان اعطوه مهلي اكثر 25 يوم واعطوه ايام اسبوع اضافي ماذا يمكن ان يحقق ان يحرز لن يحقق نتنياهو اي شيء في هذه المعركه مم. هناك تحولات كبرى في منطقه الشرق الاوسط لا. لأول مرة منذ منذ قيام هذا قيام هذا الكيان هذا الكيان كان قائما على التوسع المجازر القصف التقدم التفوق عصر التفوق الإسرائيلي انتهى لا. هذا العصر التفوق الإسرائيلي انتهى سيحدث زلزالا في منطقة الشرق الأوسط لا. الزلزال سيبدأ بعد عملية وقف إطلاق النار لا. كيف ستتصرف إسرائيل هناك حسب حسب قول القيادات الفلسطينية في بيروت من حماس يعني قالوا لي أنه ست ساعات خلال ست ساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى لم يطلق أي طلقة على جنود القسام جنود القسام حكموا غلاف غزة وحكموا فلسطين خلال هذه الست خلال ساعات هناك انهيارات كبرى في هذا الجيش الذي لا يقهر في انهيارات كبرى بهذا الأمن اللي كان اللي كان يقولوا بيعرفوا كل شغلة بمنطقة الشرق الأوسط وبيعرفوا كل واحد حتى بأوضة نومه وشو عم يعمل هذا كله انتهى هذا كله هذا شو بده بده يحدث بده يحدث بده بده يحدث زلزال هل اسرائيل مستعده تقدم تنازلات هل اسرائيل مستعده تروح تسويات هل اسرائيل بدها تاخذ هدنة لترجع ترتب امورها وتقوم بحرب لتعمل تمحي اثار طوفان غزه كل هذه اسئله بس التاريخ بطل لصالح هذا الكيان مهم. بدأنا بمنطقة جديدة، لمن بايدن الرئيس الأمريكي بايدن بيقول نحن مع الدولتين، هذا ده. هو الأول أول أول كلام أمريكي، مهم. رغم إنه منطق الدولتين ما في إمكانية لتنجح، لا 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 بس في منطق جديد، في منطق مهم. تراجعات تنازلات هل الأمريكي تقول بايدن، هل هذا فعلاً منطق جديد حتى الأمريكي ممكن أن يسير به ولكن أو فقط حاليا بعد هذه الخسائر والعجز عن فعل شيء هذا منطق جديد نتيجة الانتصارات العسكرية م. موازين القوى العسكرية تصنع الأمور السياسية <applause> هناك موازين قوى عسكرية لا المصري بيقدر يتجاهلها ولا الدول العربية ولا أوروبا ولا م. أمريكا ولا أي دولة بالعالم شو كنت تعملوا يعني شو بده شو بدو قمتوا بالترانسفير صمود اهل غزه، اهل نعم. غزه عم يقاوموا، عم نشوف الصور نحن، بتنزل بناية من هون بيطلع له شحل. الالاف المواطنين عم يسحبوا جرحى، نعم. طب كيف هذا الشعب بده يهزم؟ هذا نعم. الشعب مش ممكن يهزم. نعم. في امور كيف بدها تتصرف الدول الكبرى؟ نعم. ما يعني شيء صراحة شيء شيء غامض بس نعم. غامض بس هذا الكيان بدأت الطلقة الأولى بنهاية هذا هذا الكيان. نهاية هذا الكيان حتمي نعم. يعني شو عنده شو شو بيقدر يعمل من سينزل بنيامين نتهى عن الشجره سينزل من سينزل من <applause> <الـ> الصمود العسكري <applause> الذي يتحقق في غزه شو بدك شو بدك تعمل؟ طب الامريكاني كمان ما عنده خسائر، مليون <applause> برميل النفط صار 91 دولار، <applause> باسرائيل صار اسرائيل 25 هذه الكيان الكيان المؤقت صار له 25 يوم عاجز واقف لا في اعمال لا في اشغال، هل بالمناطق شمال فلسطين المحتله هون بالمناطق الشمال اللي <applause> تعد اهم مناطق عندهم سياحيه واقتصاديه وصناعيه، كله واقفه صار لها 25 يوم واقفي كيف بيعيش هذا هذا الكيان؟ ما هو بالاساس عاي عايش على عايش على المساعدات، بس ما بيقدر يتكفي من الدول الكبرى في في مازق كمان، الامريكان عندهم اوكرانيا عندهم ملفات كتيرة بالعالم، في عندهم مشكله في خسائر اسرائيل بمليارات مليارات مليارات الدولارات، كيف يعالجوها حتى الاتصالات عندهم واقفه. بالحديث عن إيه؟ الخسائر بالحديث عن الخسائر الاقتصاديه لابد ما آه انت تتابع طبعا أستاذ آه رضوان آه ما يحصل في اوكرانيا والمطالبات داخل امريكا وحتى اوروبا من سيمول الحرب في اوكرانيا، هلا في عندنا حرب جديده، كيف ستقسم هلا الخلاف كيف ستقسم؟ حتى داخل امريكا هذه المساعدات على اوكرانيا وعلى اسرائيل في في مازق في شيء بالعالم في شيء عم يتغير في شيء كبير عم يتغير لصالحنا لصالح بلاي لصالح لصالح محور المقاومه لاول مره لا. بهذا التق... يعني من حرب تشرين لاول مره عم تصير هيدي ال... هاي الانجازات وهيدي السبب انا برايي سبب الجنون الامريكي سبب الجنون الاوروبي سبب الجنون بعض الدول العربيه انه اسرائيل ورطتهم <applause> يعني انه انه عم بهذا الكيان ورطنا ورطنا مشاكل مشاكل كبيره <applause> يعني شو قادرين يعملوا قادرين يعملوا حرب شامله ما الحرب الشامله الى اسس حرب الشامي دخول ايران اليوم الوسائل الاعلام الاسرائيليه عم تحكي انه عن صواريخ سقطت من اليمن انه في صواريخ مسيرات من اليمن الحرب الحرب الشاملة الحرب السوريه ما هي اسرائيل مش قادره تهدى وتصمد او تقاتل على جبهه 20 كيلومتر كيف, كيف اذا امتدت هذه الجبهه من من جنوب لبنان وصلت على الجولان وصلت على الاردن انه في هذا الوقت جبهه يعني فقط من غزة شفنا شو صار وشفنا على الحدود اللبنانية المقاومة من لبنان عم تشغل أكثر من فرقة على الحدود وأيضا شفنا التهديد اليمني شفنا ما حصل في العراق يعني لم يعد هذا كي لا يفسر كلامي غلط أنه في فعل جدي لهذه الساحة في فعل جدي أنا معلوماتي بقول لك أنا معلوماتي والأكيد بنا هناك 200 ألف مقاتل أكثر من 200 ألف متطوع وصلوا على الأراضي السورية من قوى المحور المقاومه في هلا بايران 6 ملايين و400 الف ايراني طلبوا سجلوا اسمائهم ليجوا على سوريا وعلى غزه ليقاتلوا هيدي هيدي شو هي هي بتغير, بتغير بتغير المنطقه كلها ولكن يعني الحديث عم بيكون دبلوماسي حتى الآن حتى الآن من بعض لأنه الدول. نحن حتى الآن دبلوماسي لأنه المأزق إسرائيلي، نحن <applause> نحن ربحانين، نحن <applause> عم ندير اللعبه هلا، <applause> هن المأزق عندهم، هن يشوفوا كيف كيف يطلعوا إذا ما قدرت يا أخي عملت إنجاز عسكري شو بدك تعمل؟ إذا ما قدرت فت على حي بغزة شو بتضلك لك؟ خسوف من قصة وشو بيعمل لك هذا القصف؟ هن عندهم الطابع الكرة الآن الهزيمة الآن في ملعبهم الإسرائيلي، كيف أمريكا بدها ترتب أوضاع المنطقة؟ هذا 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 سؤال ثاني كيف بدها ترتب أوضاع يعني بعد بدي بدي أستاذ كمان هذا النتائج هذه بتعمل مش كوارث على إسرائيل بس هذه بتعمل كوارث بالعالم العربي كمان، هذا الشعب العربي إذا تحقق هذا الانتصار لن يكون الشعب العربي قبل سبعة وعشرين يعني هذه بتغير أنظمة، بتغير منطق ما هي أهمية صمود قطاع غزة أمام كل هذه الهمجية الإسرائيلية في المعادلة ككل؟ بغير معادلات الكون <applause> شو نحن شيء يعني شايفين شو شا عم بصير هي هاي الدوري اللي ربينا بتقصف وبتضرب بتفوت بدمر مطار بيروت وبتضرب هون ما عاش فيه اليوم يوم اي شاب مقاتل صار بيركب مدفعيه بيقصف تل ابيب <applause> هيدي الهيبه نهارت وهي <applause> اللي خبروني عن الشباب الفلسطينيين انه نحن هن اللي هن يعني خبروني انه هن بيعرفوا العقل الاسرائيلي إنه سقوط الهيبه عندهم مش ممكن، لا. يعني سقوط الهيبه عندهم سقطت هذه الدولة. هذه بتكون بتكون لها نتائج كارثية عليهم، ومن هون عم يقولوا الفلسطينيين إنه الإسرائيلي مش ممكن يقبل بالهدنة، لا. مش ممكن يقبل أي أمور، حتى لو حربه خاسرة ما عنده خيار <applause> إلا كل منطقه كسر حماس، إنهاء ح حماس، <applause> ضرب حماس، وهذا كله خطاب للجمهور اللي عندهم، لجمهورهم، لأنه هالجمهور هل من هل من الممكن إنهاء حماس؟ إذا انهزم هذا الجمهور كله بفل هل من الممكن إنهاء حماس؟ أعوذ وهذا الجمهور قديش انهزم بعد سبعة تشرين؟ أعوذ بالله شو بعد سبعة تشرين قديش انهزم هذا الجمهور؟ الجمهور لمين؟ الإسرائيلي من راح الجمهور، الجمهور اليمين الاسراييلي راح الجمهور الجمهور الاسراييلي هن كانوا يجيبوه يطلبوا يقولوا تفضل تعال هون، مم. هون الأمان، هون الاستقرار، مم. هون الاستثمار هون بتحكم العرب من هون بتعمل استثمارات بالدول العربيه كله هذا المنطق بده قلب اليوم وين بيقدر يعمل استثمار باي استثمار لما بيوصل صاروخ المقاومه على كل فلسطين على كل فلسطين المحتلة شو جاي يعمل ما هني من خمسين دوله جايين ما في عندهم وحده ما في عندهم ترابط ما هني مختلفين ببعضهم ما هني في في ناس عندهم فوق وفي ناس عندهم تحت بل من اللي بيجوا من اثيوبيا ومن المغرب عايشين اسوا أسوأ الحالات هذا كله بتعمل تأثير على هذا المجتمع المفكك هذا جا. لما يتفكك المجتمع يعني بيتفكك الجيش بيتفكك الاقتصاد بتفكك عندهم كل 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 البنى بتتفكك يضاف لانه اليوم نحن بداخل هذا الكيان في 49% مواطنين عرب كمان بداوا يتحركوا وعم نشوف لهم تحركات من هون بده يشوف الواحد الصوره الشامله بشوف انه هذا المازق وخطوره ما حصل بغزه على هيدي الدوله اللي بينت اللي يعني اوهن من بيت العنكبوت طلعت ودوله كرتونيه لو يعني لو بيجتمعوا العرب وبياخذوا القرار العرب وهيدي الدول العربيه بينهوا هيدي الدوله بساعات وهيك هيك بين يعني هيك ظهر على الارض يعني مش مش كلام انشائي المعلومات هيدي كل الوقايه على الارض عم تاكد هيدي المقوله شو كمان سبعة تشرين على مسار التطبيع قديش اثرت؟ ما في تطبيع ما في تطبيع بقى بعد في تطبيع حالي بيسترجي طبع بعد كله, كله انتهى هذا مين بس اي دوله عربيه بتستجد تحكي مع تحكي مع هذا الكيان هلا شفتك. ليش شو الاسباب يعني انتهى يا يعني مثل ما قال مثل ما قال امبارح مثل ما قال آه ضحي خلفان امبارح مسؤول الامن بالامارات قال لهم هيدي الدوله اللي بدها تحمينا من ايران <تصفيق> <تصفيق> ما هاود الدول العربية كانوا حاطين براسهم انه هذه دولة بتحمينا، بتحمينا من شعوبنا اول شيء، بتحمينا من ايران، بتحمينا من المقاومة، بتحمينا منا. من حماس، شو تطلع كيف بدها تحميهم هذه ما هي نه... هي بيصير مين بده يحميها هذه الدولة؟ نعم <applause> ما عادش تحمي حالها، كيف بدها تحمي هذه الدول العربية؟ هذا التطور الكبير بالعالم العربي عند الشعوب هلا هذا بيخلق حركات تحرريه عند الشعوب بيخلق ناس مناضلين بيخلق بالجيوش نعم. حركات بالجيوش بتطالب يعني وين لازم الجيش المصري يتحرك هذا الجيش المصري الجيش اللي اللي عمل حرب تشرين الجيش اللي هزم اسرائيل هل بيرضى هذا الجيش تضل اسرائيل دولته مسكره معبر رفح هذه الحاصدين الفلسطينيين ال دائما الأفكار نتحدث فيها دائما فعلا ما تغير بعد سبعة تشرين يمكن الإسرائيلي لم يستوعب الفكرة بعد الأمريكي استوعبها أكثر ويبدو أنه يدير ما يحصل الأمريكي إلى أي مدى أيضا يمكن أن يبقي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو مفتوحا هنا أعني من ناحية الرأي العام الدولي الذي بدأ شوي يتغير إلى حد ما لا ما هي اسمه لانه مثل ما قلنا من ساعه انه بدا الحق اللي طلع بايدن اول اول يومين بعد طوفان الاقصى يقول حق اسرائيل بالدفاع عن نفسه مشروع أمره اعطاها كل الحريه لاسرائيل هلا الوضع 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 الدولي بدا يتغير بدا يتغير كليا وحماس لعبت الموضوع الاعلامي بشكل جيد استغلت موضوع الاسره بشكل كثير ممتاز هذه الدول هلا بدات يعني أكثر من دولة عم يتصلوا بحماس مه. لأنه قديش نحن عندنا يعني قديش في أسرى من فرنسا، قديش في ناس من بريطانيا، قديش في ناس من الولايات المتحدة، مه. ونحن كلنا بنعرف أنه هذا الموضوع المدني، موضوع الأسرة بالولايات المتحدة الأمريكية بيلعب دور أساسي، مه. بيلعب دور أساسي بتكوين الرأي العام، وفي ضغط على بايدن من أجل الإفراج انه يجب ان تقوم باي عمل للافراج عن الاسرى بايدن هلا في اتصالات مع النصارى وفي اتصالات مع مع القطريين لإنجاز هدنة شي أربع خمسة أيام ويتم فيها إدخال المساعدات، يتم فيها تبادل الإفراج عن آآ آآ عن بعض المدنيين، نعم. هذه كمان تحققت ما كانت بتتحقق وأنا برأيي إسرائيل حتوافق عليها، نتنياهو مجبرا على حيوافق عليها على هيدي على هدنة أيه. أربع خمسة أيام أيه. والإفراج عن بعض الأسرى المدنيين مش الإسرائيليين أيه. لأنه حماس والقسام ممنوع الافراج عن اي اسير مقابل الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في 7000 اسير فلسطيني تصفير او او تبييض السجون تبييض السجون, هل حكى عن المدنيين الامريكان والفرنسوي والبريطانيين واظهرت حماس اظهرت ايه هلا ممكن تؤدي لهي تجبر نتنياهو على الموافقه على هدنه اربع خمس ايام لادخال لادخال هاي المساعدات والافراج عن بعض الافراج عن بعض المدنيين بس هيدي ليش تحققت هي هي نتنياهو كان رفضها هي تحققت بفضل الصمود العسكري بفضل المتغيرات على الارض الشيء اللي عم يصير على الارض رهيب عم يفوت الاسرائيلي بالليل اربع خمس آه بفوت بالليل بيقعد اربع خمس ساعات بالمنطقه آه بالنهار بالليل ده. عم ينسحب منها تحت ضربات المقاومه بخبروك الشباب انه بغزه انه في شو <applause> بدها تعمل اسرائيل؟ يقول لك انه نحن بنينا مئات الكيلومترات من الانفاق تحت الارض، كل نفق بعمق 30 متر، شو بيقدروا يعملوا؟ في غزه تحت الارض وفي غزه فوق الارض، الفلسطينيين من 2008 عم يستعدوا لهيدي عم يستعدوا لهيدي المعركه خبرونا بانه بدا الاستعداد لطوفان الاقصى من عام 2014 نعم <applause> يعني عم يستعدوا للمعركه الكبرى انه يعني بيعرفوا اسرائيل بيع... بيعرفوا كيان ها... ش... همجيه هيدي ال... هذا الكيان وهمجيه هيدي الدوله ومن هون اجت الانجازات من هون اجت الانتصارات اجت الانتصارات بدماء بدموع بشهداء بكثير عزبات لو وصل الفلسطيني لهيدي... لوصل الفلسطيني لهيدي لو الفلسطيني المعادله الى هذه المعادله معادله جديده قديش هذه المعادله الجديده بش... تؤثر على الشرق الاوسط تقلب الشرق الأوسط كله، <applause> التركي خلينا نروح على التركي، <applause> التركي أول نهار كان هيك ما كان هيك، قلب اليوم التركي نهائياً <applause> بفرنسا الرأي العام كان هيك أول أول الحرب لا بالولايات المتحدة كان الرأي العام هيك ببريطانيا كان الرأي العام هيك بكل الدول الأوروبية حتى الرأي العام عم عم يتغير لا. يعني وكل ما طول الحرب هذه دولة كي... إسرائيل كيان هذا هذا الإسرائيلي ما بيقدر يخوض حرب طويلة اليوم 25 25 يوم تم كل يوم عم تزيد بهي المعركة عم تخسر إسرائيل زيادة مش عم تروح إسرائيل لإنجازات يوم عن اليوم اسرائيل عم يتراجع هيبته عم تتراجع ولكن ايضا بنيامين نتنياهو الجيش الاسرائيلي مطالب باستعاده هذه الهيبه حتى من الداخل الاسرائيلي الذي لا يحب بنيامين ساعت نتنياهو ساعتها بده يضرب نووي لا شو عنده شو شو انا اسالك شو آه. عنده انا برايي شو بيقدر شو بيقدر يعمل؟ طب جرب كل اسلحته جرب كل اسلحته استخدم كل الاسلحه اللي عنده لا. استخدم كل الاسلحه الامريكانيه اللي اجت وحتى في قصف امريكاني يعني عم يشاركين الامريكان بقصف م. طب هيدي القصف بتسقط بناية <applause> بس ما بتلغي الارض ما بتلغي سكان الارض لا. ما بتلغي المقاومين م. ما بتقدر تعمل شيء يا خي رايح 8000 شهيد صار و شهيد في مختفي وفي عشرين ألف جريع في غزه في مليونين ومليونين شخص نعم. شو بتقدروا شو, شو بيقدروا يعملوا؟ نعم استاذ ما بيقدروا يعملوا في شيء في وثيقه من ويكيليكس واكدوا انها صحيحه صادره بتشرين انه الاسرائيلي يريد تهجير الفلسطينيين حتى ليس فقط لانهاء حماس في غزه واعادتهم لا تهجير وابقاء يعني المخطط القديم مين بده يتهجر؟ الاسرائيلي انا برايي الاسرائيلي بده يفل مش الفلسطيني اي اسرائيلي؟ الاسرائيلي هذا هذا اللي باسرائيل حيوحي يفل ايه مش نحن حنفل لانه هلا بجنوب لبنان في 120 الف مستوطن تركوا المستوطنات نعم طيب بغلاف غزه كله بقول لك في شي 200 300 الف مستوطن تركوا غلاف غزه كله نعم راحوا على بده يصير انا برايي كل تل ابيب بدها يصير هي اكثر سكان بالعالم مش مش غزه، وهن <applause> عم يفلوا هن عم. لانه جيش ما عنده شعب ما عنده ايمان، جيش <applause> ما عنده ايمان، الايمان بيقاتل عقيده الايمان هي بتقاتل تفلز علي الم... المقاتل هذا الشعب ما عندهم ايمان، ما عندهم شيء، خاليين من خاليين من 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 كل هيدي، عم بفلوا ما, ما بتعني لهم شيء، ما في عندهم ارتباط، ما هن اجوا اجوا على... على... على الارض، ما عندهم نحي... ما بيقاتل الا صاحب الارض م. ما بيقاتل الا عنده قضيه هو مش اصحاب الارض م. هو بفل دغري وهيك عم بصير مبين لا. وهي الامريكا بيعرفوها الدول الاوروبيه بتعرفوها هي ما لا. لانه الدول الاوروبيه شايفين يا لطيف شو عم بصير ليش ركضوا ليش اجى ماكرون ليش اجى البريطاني م. ليش اجى الامريكان تنهار رابع يوم الحرب أمريكا كلها صارت بفلسطين بايدن وزير دفاعه وزير خارجيته قادة الأمن قادة المخابرات لا. لإنقاذ هذه الدولة مع أفراد لأنه شافوا شو عم يصير ما كانوا بالأول كانوا بالأول ما يعطوها بأربع خمس خمسة أيام إسرائيل كانت يا لطيف. تعمل اللي بدها اليوم يعني نعم ما في شيء. خلينا, كلها اليوم. خلينا نروح عند الزميل رشا زين هاشم بمجلس النواب لا تطلعنا على التفاصيل ونرجع نناقش هذه الموضوعات أيضا في هناك يعني نقاش خطة الطوارئ التي تحدثت عنها الحكومة أيضا لبنان يحضر مثلا تحسبا لتوسع هذه الحرب حتى يعني في ظل هذه الازمات الحاصله وسنتحدث عن جبهه لبنان بالطبع ولكن الى زميله رشا زين هاشم رشا صباح الخير هل لك ان تطلعينا على الاجواء عندك صباح الخير عباس لك ولضيفك وللجمهور. اذا بدنا نحكي اليوم عن هذه الجلسه سنبدا من ان هذه الجلسه انعقدت بدعوه من رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشه الحكومه في خطه الطوارئ الوطنيه لتعزيز الجهوزيه لمواجهه تداعيات العدوان الاسرائيلي. يعني مثل ما ذكرت عباس التحضيرات الاستباقيه، اللوجستيه، الامنيه، الغذائيه، كل هذه التفاصيل يتم درسها والتي تضمنتها خطة الحكومة بحسب المعلومات خطة الخطة الحكومة وكما بات معلوما يعني مؤلفة من 23 صفحة باللغة العربية عشر من هذه الصفحات هي فارغة مخصصة للوزارات لعرض ما لديها من تحضيرات 11 صفحة موجودة في هذه الخطة هي باللغة الإنجليزية وضعت من قبل وحدة إدارة الكوارث لمناقشتها مع منظمات الأمم المتحدة قسمت خطة الحكومة على ثمانية قطاعات كل قطاع تشرف عليه وزاره معينه بالتنسيق مع المنظمات الدوليه المختصه، يعني عم نقول نحن انه كل وزاره قدمت تصور لخطه الحرب عبر عشرة منظمات امميه اساسيه، يعني عم نحكي عن اليونيسيف، عم نحكي عن الصحه العالميه، المفوضيه العليا للاجئين وشركاء معهم، وبحسب المنظمات الخطة عم نحكي عن 40 منظمه موجوده. تتبنى الخطه ايضا مقارنه معياريه بحسب ما ورد مقارنه معياريه لافتراضات مبنيه على ما حدث بحرب تموز 2006 يعني محاكاه لما جرى بحرب تموز 2006 يعني وقتها يعني حسب حساباتهم تهجير قسري لمليون لبناني آه ولكن ما تم اضافته هو آه النازحين النزوح السوري آه هون عم نحكي عن مراكز ايواء تستوعب 20% من النازحين السوريين اي آه بما يقدر ب ألف شخص موجود آه حددت فتره التهجير في هذه الخطه آه ولا يتم دراستها من قبل اليوم اللجان النيابيه هي آه تمتد 45 يوما وعم نحكي هون عن حصار بحري وحصار جوي ايضا. آه تنظر الخطه الى مقاربه حاجات ثلاث فئات سكانيه من اللبنانيين، النازحين الموجودين في الشقق، منازل خاصه، عم نحكي عن المجتمع اللبناني المضيف ايضا وثلاث فئات سكانيه غير لبنانيه، عم يعني نحكي عن الفلسطينيين، عم نحكي عن النازحين، عم نحكي عن العمال الاجانب او الاشخاص الاجانب الموجودين آه في لبنان. آه كل وزير مختص بهذه الملفات حضر إلى هنا ومعه الملفات الخاصة فيه لعرضة على المجلس النيابي أو اللجان المشتركة يعني استهلت هذه الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء في غزة ومن ثم باشر وزير البيئة ناصر ياسين بعرض أمام مجلس النواب لما تضمنه الخطة وما يعنيه هو تحديدا أيضا وزير الزراعة وزير الصناعة وزير وزير الأشغال العامة والنقل كل وزير معني بخطة الطوارئ حضر إلى هنا لمناقشة هذه التفاصيل أيضا من ما جرى في مجلس النواب عدا عن هذه الجلسة عباس الجمهورية القوية تقدمت لا. بمشروع قناخ. عملت مؤتمر صحفي بحضور النواب وتقدمت بمشروع أنون لتعديل سد التسريح من الخدمة العامة لرتبة عماد لاستمرارية الجيش واعتبروا أن هذا هو المسار المفترض انه يعتمد لتجنب الفراغ في قياده الجيش وتحدثوا انه حيتم الطلب من رئاسه المجلس الدعوي لهيئه عامه تتضمن بندا وحيدا التمديد لسن التقاعد تسريح للجيش اللبناني رتبه عماد لسنه واحده فقط نحن يعني بانتظار انتهاء الجلسه لمعرفه ملاحظات النواب اللجان المشتركه على خطه الطوارئ اللي مثل ما ذكرنا هي مفروض تعتمد هي يعني هي خطوه ليست استباقيه ولكنها خطوه ضروريه وخصوصا في هذا التوقيت نعم شكرا جزيلا لك وسنكون معك بكل جديد بالطبع استاذ رضوان هذه يعني اللجان تجتمع تحاكي مثلا تمدد الحرب البعض يقول انه عندنا ازمه نحن اقتصاديا انه كل شو يعني ولكن على الاقل انها تجتمع وتقوم بدورها اريد التعليق على هذا الاجتماع خطه كثير مهمه انجاز للحكومه نعم وانجاز للمجلس للمجلس النيابي مساله كثير كثير اساسيه انه تجتمع الحكومه ويقروا خطه خطه للتعاطي مع التعاطي مع الحاله الاستثنائيه م. اللي عايشها لبنان واني يعني بعتقد انه الخطه لازم يعني لازم لازم تقر اليوم او يعني مساله كثير مهمه مساله كتير مهمه لتسير امور المواطنين طبيعي عندنا كمان ايضا اريد ان اسالك كنت اقرا منذ الامس انه في موضوع انه حتى المنظمات الدوليه النازحين السوريين اللي عايشين بجنوب لبنان وينزحوا كمان ستزودهم يعني انه يستاجروا بمناطق اخرى في لبنان ماذا عن اللبناني يا استاذ رضوان؟ يعني كي لا يفسر كلامنا غلط انه يا اخي وين اللبناني؟ وين اللبناني من كل ما, ما يحصل ومين نعم. خلينا نصير هيك ما نحن بنعرف انه الامم المتحده شو ش... لعبت لعب الدور سيء بموضوع النازحين السوريين وما زالوا عم يمارسوا عم يمارسوا هذا الدور اهم شيء عند الامم المتحده يا خي يبقى هذا النازح السوري بلبنان ومنامن له كل شيء بس ما يفكر يروح على اوروبا no. هذا كل هذا كل الهم يعني سمعت يعني انه كمان انه بده يعطوا للنازح مال يعني مرتب موضوع قيمه يعني كميه ماليه جيدة بس لا يقدر ينتقل من الجنوب إذا في حال صار حرب شاملة ينتقل على أي منطقة لبنانية هذه هذه الامم المتحده وهذا دور الامم المتحده <applause> بلبنان بموضوع النازحين السوريين دولة تخريبة <applause> كليا دولة تخريبي للاسف يعني بس كمان بدا موقف من الحكومه اللبنانيه جدي بالتعاطي مع هذا الموضوع انا يعني باسف باسف يعني مع ونداء يعني كلمه للرئيس ميقاتي طب انه وعدونا وعدونا الامم المتحده بالداتا خي وقلت للناس انه هاي الداتا بتكون متعلقه بزنس حين السوريين بتكون تستلموها لحد هلق معلوماتي انه ما استلموا الناس ان اه يعني هاي الداتا وعاطين الامم المتحده قالوا انه اخر الشهر بده يسلموها اليوم اخر الشهر تنشوف اذا بيسلموا الداتا او لا لا <applause> <applause> ما بيسلموا الداتا ما ما بيسلم. لانه في تقاعس من الحكومه بهذا الموضوع هذا ما كنت اساله من... مين اللي وصلنا لهون من... هل الحق علينا ام عليهم في تقاعس من... لا في تقاعس من الحكومه بهذا الموضوع يعني كمان الامم المتحده سيئين كمان بس كم... يعني طلبت الامم المتحده حسب معلوماتي طلبوا جداول ماليه كمان منه كيف صرفت اموال النازحين السوريين بموضوع المعلمين طب من عطت بعد لا منعت الكميه طب شو كيف؟ مم. انا بعرف في كمان في كيف كيف عم يتم تسجيل المعلمين كيف عم يتم تسجيل الساعات طب ما في في كثير حكي حول حول هذا الموضوع مم. لازم الدوله اللبنانيه كمان تسلم هذا تسلم هذه الجداول ينقعد بشكل جدي بموضوع مع الامم المتحده خي انتم شو بدكم ونحن شو بدنا عنا اسئله عن هذا الموضوع عم بيوصلوني من المشاهدين انه لو ارادت الامم المتحده انه ما يبقوا النازحين بلبنان كانت بتعطيهم المصاري بسوريا نعم بي. انه لو نعم. ارادت الامم المتحده انه في قرار في قرار آه في قرار ابقائهم في قرار في قرار ابقائهم بلبنان في قرار هذا السؤال بالضبط في قرار ابقائهم بلبنان في قرار تهجيرهم من سوريا شو مهني مين اللي عم نعمل من... في شبكات عم تتصل بالنازحين السوريين بتقول تعالوا تعالوا على لبنان هلا يقال انه هون اللي فلوا من تركيا 600 الف نازح حيجوا لعنا حيجوا حيجوا على لبنان لأن الدولة السورية كانت واضحة معلوماتي كانت واضحة كليا حتى مع وزير الخارجية والمغتربين اذا يحكي نحن حاليا الدولة السورية ليس عندها امكانيات لاستقبال لا النازحين وعودتهم في ظل الظروف الحالية واللي سبب بمأساة النازحين السوريين وبدمار سوريا يتحمل النتيجة كانوا كانوا واضحين هل يتحملون النتيجه برايك حتى الان؟ لا ما بيتحملوا النتيجه ابدا ما عم يتحملوا النتيجه لأن الامم المتحده عم يلعبوا بموضوع بموضوع كثير خبيث بهذا مثل ما قال اخر يا خي ليش بنحطهم على حطوا النازحين على البحر ونقول لهم يعني مش عفوا انه نامنهم نقل بس مرتب انه يوصلوا ما يغرقوا بالبحر نعم ونقول لهم تفضلوا روحوا على اوروبا اي شغله الامم المتحده هلا هل اذا اذا آآ مثلا آآ اي قوه بتوقف مركب مم. رايح على اوروبا بيعطوه امتيازات وبيعطوه وهن ببلغوا يعني كل هيدي الامم هيدي اليونيفل اللي موجودين بالبحر صارت كل مهمتهم نعم. وقف النزوح السوري من وقف يفلوا السوريين على اوروبا من نعم. من السوريين على اوروبا آه. من لبنان. يعني اي محاوله لنقل سوريين على اوروبا عم تمنع الامم المتحده نعم عنا أيضا سؤال قبل ما نروح للفاصل من سيدة عم بتابعنا من كندا عم بتقول إنه إذا بيعز الحرب كمان نحنا ما بدنا نشوف اللبنانيين شو بدون شو بعد بقي من هيدا البلد. ومن أه هون يعني بخلك عم تسالك إلك السؤال أه بعرف إنجاز الحكومة منيح تنشوف هلا خطوات الحكومة منيح مم. نحن اليوم كمان عايشين بظرف استثنائي المنطقه كله عايشة بظرف استثنائي مم. نحن كلنا بنعرف وضع الدوله اللبنانيه وضع الحكومه اللبنانيه وضع ما كان معنا عزبات اللبنانيين اليوم اكثر من عزبات النازحين السوريين يعني كلنا هذا بالضبط كلنا كلنا هذا بالهو... بالضبط ما نتحدث عنه نحكي يعني احنا عم نحكي حتى في حال اذا هه. صار حرب هه. حتى في ناس عندها ودائع بالبنك ما معها مصاري تاخذهم يا اخي كيف بده يروح يستاجر هه. بيت مثلا كيف بده كيف بده يتصد وهذه الحكومه لازم لازم تعمل بس يا خيمة ما كمان هلق من من بمحل من شيء الحكومة <applause> ومحل ثاني في فريق سياسي في طبقه سياسيه بالبلد قد ايش عم يصير بالشرق الاوسط وقد عم يصير المنطقه كلها عم تتغير ورايحين يا لطيف على <applause> مسارات بتشوفهم بعدهم فايتين بالحلقة الداخليه للاسف يعني يا <applause> اخي طولوا بالكم شوي خلت تستفيدوا من اللي عم يصير بالمنطقة لنقعد كلنا على طاولة وحدة طاولة حوار كلنا وحدة بدون استثناء لأي فريق ونناقش يا خي بحوار جمعة جمعتين اسمو نناقش وضع البلد لنخلص من وضع البلد هلق الحرب بغزة يمكن شوي غطت عن الجوانب الداخلية بالبلد لا. ومشاكل اللبنانيين ومعاناتهم هاي تكون فرصة حرب غزة والانتصارات لبراصين بغزة والتغيرات بالمنطقة فرصة لنخرج كل لبنانيين من الأزمة مش لا. ممكن نستمر هاي كمان مش مو حرام لرئيس جمهورية أه حكومة حكومة تصريف أعمال نعم. لا حاكم مصرف مركزي لا مدير عام للأمن العام م -م. بعد شوي قائد الجيش بده يطلع نعم. على التقاعد طب حرام أستاذ خليني نروح لفاصل بعد الفاصل نتحدث عن مبادرة الجبل وين صارت اللي كشفت عنها في السابق ومن بعدها المسؤولون بمعظم الأحزاب الموجودة والفاعلة بالجبل تحدثوا عنها قديش هيدي ممكن تكون مساعدة أيضا لخطة الحكومة وتسهل يمكن والتواصل وأيضا نتحدث عن جبهة وكيف تتابع مثلا تسيير المقاومه من لبنان لهذه المعركه مع الاسرائيلي اذا فاصل ونتابع هذه التغطيه عودي لمتابعة هذه التغطية الخاصة ومرة جديدة بدي رحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي استاذ رضوان ديب استاذ رضوان نتحدث عن خطة الحكومة اللي جان رئيس تبيه بري ايضا في خطة للحكومة مشغولين بلبنان على كل من كل الصعد على هذا الموضوع كنت اول من كشفت عن مبادرة اطلق البيك وليد جنبلاط مع كل احزاب الموجودة في الجبل وين صارت كيف تتابعون هذه المبادرة المبادرة تقريبا انجزت هناك توافق بين كل الاحزاب في الجبل من حزب التقدم الاشتراكي الحزب الديمقراطي حزب التوحيد القومي الشيوعي حتى المجتمع المدني البلديات الفعاليات وضعت الخطه بعرف تم تحديد بكل ضيعه عدد الشقق المشغوله المش آه، تم الاتصال بال... بالناس البلد تخدم بيوتها آه، للنازحين السوري... السوريين للنازحين السوريين آه، وضعت الخطه بكل تفاصيلها حتى فتح المدارس موضوع فتح المدارس لا. موضوع المستوصفات موضوع كيف تقديم المواد التموينيه نعمل جولات على المستشفيات بالجبل آه، شو بدها تجهيزات تأمنت التجهيزات حتى على التعاونيات على السوبر ماركت وضعت كل الخطة لاستقبال كل المواطنين أي مواطن بيجي على الجبل تحديدا بينزح من نتيجه الحرب من جنوب لبنان ما من كل من كل المناطق لا. حتى في تحديد الشقق يعني إجارات الشقق هذا آه. آه الموضوع الحساس آه. اللي عم نقرا كثير ونسمع عنه اللي بدي اسالك عنه أنا هل من حق اي مالك لشقه انه يؤجرها ما فيك انت تيجي تجبره انه يعطيها لنازح دون لقاء وضع الاقتصادي صعب أنا طبعا بكلمة. في ناس لك انا ما بدي أنا ب... ولكن في ناس بتقول انا بدي اجر شئتي الرقابه على هذه الاسعار انا بقول لك باكد لك في رقابه على هذا الموضوع مم. اي شخص عم بياخذ مبلغ غير ال... غير الموضوع من قبل اللجنه عم يتم التشير فيه بشكل واضح وحتى الان بقدر بقول بكل وضوح كل الشباب كل العائلات اللي استاجرت بالجبل كثير مرتاحه مم. للاسعار ما في اي عمليه جشع. مثل ما قلت لك اي واحد عم يستغل هذا الموضوع عم يتم التشهير فيه وعم ينوضع له حدود كمان لا. يش... يجب ال... الاشاده في كثير من العائلات ومن الناس <applause> قدموا بيوتهم بدون اي مقابل لا. لانه احلى قالوا هيدي بيوتنا ولا ينجرح شب او طفل او عائله من اهل الجنوب <applause> بسرع بشك بشكل بشكل واضح وهذه المبادرات اخذت بكل مناطق الجبل وبالتوافق بين كل الاحزاب وكل المجتمع المدني والبلديات وبالاهالي آه. الاهالي مع هذه آه مع هذه هذه الخطوه رغم كل التناقضات والمشكلات يعني يعني عم بتقول الديمقراطي عم بتقول التوحيد, التوحيد. عم بتقول البعثي الاشتراكي, الاشتراكي, البعثي الاشتراكي البعثي الشيوعي, الشيوعي مثلا المجتمع المدني القومي, القومي كلهم ضد الب... بعض بالسياسي نعم مثلا لا هي متو... ايه هون قديش مهم نبعد متو... الخلافات يا سيدي متوافقين سيد. عليها نعم متوافقين لا عليها لا الناس لا قديش مهم هذه الروحيه وهذا صحيح طبيعي إذا, اذا اذا هاي الروحيه بلشت تكون هلق م -م. كيف شو 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 وين انسانيتي وين اخلاقي لا. وين افكار الحزبيه الافكار لا. الحزبيه بتدعي على التاخي بتدعي على الوحده بتدعي على المحبه بتدعي على بناء الاجيال تدعي لل نحن نحن كلنا ما كلنا شعب لبنانيين كلنا شعب بلطيف شو ابن ابن الجنوب اذا نصاب ابن الجنوب نصاب ابن الجبل نصاب ابن البقاع ابن كسروان ابن كل المناطق هيدي 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 الوحده هيدي الوحده الحقيقيه دائما نحن اللبنانيين يا خي الازمات بتجمعنا صراحه لا. وانا بقول لك يعني مش كل بكل بمناطق الجبل انا سمعت انه هيدي المبادرات بكل المناطق اللبنانيه لا. يعني حتى عند التيار الوطني الحر اخذين كمان نفس هيدي الروحيه يعني رغم كل شيء حتى رغم كل الخلافات ورغم ما احدثت الفتنه بلبنان والادوات التي تفرق اللبنانيين عن بعضهم البعض بعض الا انه اللبناني لا بيبقى هو اللبناني هو هو خي هيدي ميزته هيدي اهميته قديش نعم. لازم نشتغل على هذه الميزه برايي اللبنانيه متقدمين على القوى السياسيه الشعب اللبناني متقدم على القوى السياسيه والله الشعب اللبناني دغري <applause> انا بعرف ناس حطوا على الفيسبوك لا. بيوتنا هيدي ارقامنا وبيوتنا ببلاش بس ما ينصاب اي مواطن جنوبي انا جنوبية. شفت انا شفت هيدا الموضوع كمان واكيد نحن رغم انه هيدا انساني وواجب البعض يراه ولكن ابدا هيدا شيء كثير مهم لانه في عائلات قد تنزح وما معها الا الاكل اليومي مثلا من قادره حتى تامن ثلاث وجبات لاولادها على طبعًا. الاقل انه بدها تهرب اولادها يعني او الكبار يعني السن من المناطق التي و... تقصف يوميا من اسرائيل يعني وحتى يعني كانت يعني عرفت شغله كمان لا. انه كانت بايام ايام, ال... أيام ال... شو اللي من الامراض المرض نعم كورونا آه كورونا آه في ناس بالجبل وقت تموين واشترت آه حتى التموين وتحديدا قمح نعم. هذه كل العائلات وكل الناس هؤلاء قدموا القمح مجانا وقدموا مجمعين من مواد تموينيه في حال نزوح لاهل الجنوب نعم في حال نزوح لاهل الجنوب لنروح قبل ما ينتهي وقتنا الى كيف ترى اداره المقاومه من لبنان للمعركة مع إسرائيل بعد 25 يوم إدارة استثنائية وإدارة واعية وإدارة برأيي حمت لبنان نعم حمت لبنان إدارة شغلت الإسرائيلي نعم في ثلاث فرق إسرائيلية على بجنوب لبنان راحت غزة قدمت الدعم للمقاومة اليوم في جنوب لبنان بحرب حقيقية نحن بحرب حقيقية من شبعة للنقورة لا. كل يوم في قصف على أهل الجنوب ولا بد من الإشادة بصمود أهل الجنوب لا. وتضحياتهم من الخمس من وقت اللي خلق, خلق هذا الكيان كتير مهمة المقاومة عم تخوض تخوض بروحية مهمة هلق العالم كله يبدو واقف على نص رجل ليشوف شو بده يحكي سماحة السيد وشو بده السقوف نهار الج... هذا الجمعة في تطوير كتير رهيب بعمليات المقاومه بدنا نشوف الانجاز المقاومه اللي حكينا عنه انه في شيء 200 الف مستوطن اسرائيلي فلوا من شمال فلسطين مهم. من المستوطنات القريبه من, من الحدود مع لبنان هذا مساله انجاز عطل الاقتصاد هذه المناطق نعم. يضاف له المقاومه بانجازها باطلاق الصاروخ الجو اللي ظهر يعني على المسير الاسرائيلي واسقط المسير الاسرائيليه <applause> هذا تطور نوعي هذا بيحمي المقاومه بيحمي اهالي الجنوب كمان نوعا ما من القصف من القصف من من القصف الجوي بيحميهم بين المقاومه كمان كل انجازاتها اللي عملتها كلها لصالح المنطقه وهذا يضاف له كمان الوحده الاهالي بالجنوب هذه كمان آه بالجنوب نحن نعرف نسيج لبناني من مش بس مش بس الثنائي الشيعي في من كل الطوائف الكره الحدوديه الكره الحدوديه فيها فيها فيها, مسلم سني ومسلم آه. شيعي ومسيحي هذه موجودين الوحده اللي صايره بالجنوب كمان نعم. هيدي كمان النموذج اللي بتقدم لحمايه نعم. البلد والنموذج الذي النموذج اللي لازم يحتذوا فيه كل اللبنانيين نعم. لوحده بلدهم وحمايه بلدهم لوحده بلدهم وحمايه بلدهم هذه الوحده قديش مهمه بمواجهه الاسرائيلي الذي نرى على الشاشات و... أمام يعني على مرأى كل العالم ومسمع كل الدول يقتل الفلسطينيين في غزة نعم يقتل الفلسطينيين في غزة ما نعم. حدا عم بيقول له شيء مين عم, <applause> من عم القوانين الإنسانية سقطت <applause> حتى في هذا في هذا لأنه الغرب والعالم ما بيشوفوا إلا بعين واحدة ايه؟ ما بيشوفوا إلا, إلا إلا بعين وحدة نعم. والفلسطينيين كمان الفلسطينيين يعني رغم كل التضحيات اللي عم يقدموها بتمنى من القياده الفلسطينيه مه. من الاخ محمود عباس أنه يأخذ نهج جديد بموضوع حماية أهل غزة وكيف حماية أهل غزة بامتداد الانتفاضة على الضفة الغربية يا قوم بمبادرة قم بمبادره دوليه ما انت عندك علاقات وعندك اتصالات، نعم. قم بمبادره لمساعده هذا مساعده اخوانك بغزه، نعم. رغم انه بالضفه صار في 182 شهيد، يا اخي خذ النموذج اللبناني، م -م. النموذج اللبناني اللي كله غرقان بالخلافات، توحد اليوم كله حول حول موضوع الجنوب، توحد وراء كل الجنوب وراء كل حزب الله توحد، يعني م -م. انا بقدر اقول اللبنانيين لن اسال حول. عن لن اسال عن مواقف محمود عباس <applause> تتعرض للكثير من الانتقادات، ساسال عن اهميه الوحده الفلسطينيه في هذا الوقت يجب على الفلسطينيين انه يزيلوا كل خلافاتهم نعم. بهيدا يا اخي يعني اكثر من هيك فتره لتتخلصوا لتخلصوا من خلافاتكم يعني شو بعد فيه شو ممكن يصير انه تعملوا مشاكل بعين الحلوه ما قرفت الناس وقت اللي صار من اليومين خلاف بعين الحلوه قرفت الناس استاءت الناس استاءوا اللبنانيين كلنا منكم هلا نعم. خي حطوا خلافاتكم على جنب قعدوا يا اخي مثل يعني افتحوا حوار بيناتكم مثل اللي خ... قديش عم يصير نحن عندنا باللبنانيين باللبن... ببعض نعم. بس ما شفت بين اي طرف وطرف صار في قطيعه يعني قطيعه شامله نحن... نعم, نعم. آه نحن وعلى الهواء كتاب القسام عم تنشر مشاهد التحام مجاهديها بالقوات المتوغله غرب ايرز يوم الاحد طبعا هيدي صارت ب 29 اكتوبر اشتباك اكيد اصابه مباشره بصاروخ لمبنى بمجلس مستوطنات اشكول وهناك اضرار والجيش الاسرائيلي يستهدف اطراف بلده راميا بقذائف مدفعيه وفوسفوريه ويشعل النيران في احراشها، يعني قاعد يحرق لنا الاشجار محاصيل الزيتون، التبغ كمان بالجنوب القنابل الفوسفوريه المحرمه دوليا الارض بس الارض لاصحابها ايه. بس ما هز ايمان جنوبي هذا الاساس اساس م. الانسان كله هذا كله بيرجع بين الشجر زرع محله اهم شيء الارض يبقوا الناس على الارض مثل ما عم يعملوا اهل الجنوب اليوم، ما هز ايمان أوه. مواطن جنوبي، ما هز ايمان مواطن فلسطيني، اللي عم يعملوه غ... يا خيي انت يا يا نتنياهو عم تقول عم تقصف وتدمر، عم تتقدم الياتك، وين صورنا <applause> ياها تقدم الاليات، بينما الفلسطيني لحد الان اللي باليوم الـ 25 ما في انجاز بيعملوا الا بيصوروا بالصوت وبالصوره، عم يقنع <applause> يعني يعني نعم. عم يعمل شيء على الارض انت عملنا شيء على يعني صور شو, نعم. شو عم يصير كله حكي فتنا وفتنا وضربنا وقصفنا وضربنا كله يعني انت تقول علينا. لو كان الاسرائيلي دمر مراكز عسكريه لحماس لزورة. او هو كان نشر هذه الصوره طبيعي وين عم ينشر. ما, ما نشر ولا صوره بعد بينما حماس اي دبابه عم يضربوا اذا شو عم يعمل وغزة. بغزه عم يقتل الناس mm -hmm. عنده حقد على الناس بس mm -hmm. عنده حقد على الطفل الفلسطيني عنده حقد على أي مواطن فلسطيني بس. قالتها سابقا بس. جولدا مائير قالت بس. أنا أتمنى أن أستيقظ ولا أرى حتى ولا طفل أه... بس فلسطيني أبداً. عنده هذا العب بس شو عنده شو عم يعملوا انه حد يقتل طفل سؤالي الأخير قبل ما نختم معك أستاذ رضوان وأكيد يعني هيك أه لابد إني أسأل ما الذي غير في المعادلة أو المعركة حتى يخرج السيد نصر الله نهار الجمعة ويتحدث برأيك برأيك كتحليل الصمود صمود أهل غزة صمود أهل غزة قلب مه. كل المعادلات وصمود أهل الجنوب مه. ما لازم هذه كمان عم يقولوا صمود أهل غزة كمان صمود أهل الجنوب لا. اليوم بالجنوب عم يتعرضوا أهل الجنوب لحرب ده. في قصف يومي في ضرب ما شفنا رغم مظبوط انه عم يطلعوا حال من التوتر طبعا ما كمان شفنا ولا مواطن جنوبي بعد فل فل من الجنوب كل اهل الجنوب صامدين ببيوتهم وقاعدين ببيوتهم وهذا اكبر انتصار آه وهذا اكبر في في, في نزوح للاطفال لبعض كبار السن عم بيظهروا عائلاتهم من حق, عل... حق طبي بكل أي حل طبعا المناطق الحدوديه ما شفنا مواطن ترك مش راح يخلوا ولاده يعني مش راح يخلوا ولاده تحت القصف الاسرائيلي يعني, يعني اطفال غزه شيء فيه. عم يبقوا تحت القصف يعني شيء شيء رهيب مشاهد شيء يعني شفت بتشوف هالمشاهد بتقول كيف بدها تنتصر هذا الكيان كيف؟ مش مو يعني بيكون رايح على الهزيمه المؤقته بينما للأول. هن بتشوفهم الصور وكيف عم يهربوا بشوارع تل ابيب وعم يروحوا نعم العامل الاول للانتصار هو صمود هذا الشعب طبعا وصمود اللبنانيين وهذا ما نطلب في هذه المرحلة التفاف كل اللبنانيين حول قوة لبنان حول لبنان حول دفاع لبنان وبس تنتهي ينتهي هذا الخطر او هذه المعركه لن ينتهي هذا الخطر بوجود اسرائيل بزمد. على الحدود بنرجع بنختلف على الملفات الداخليه <applause> استاذ رضوان اديب الكاتب والمحلل السياسي اشكرك جزيل الشكر مشاهدينا الكرام أه نتابع معكم بالطبع تغطياتنا خلال هذا النهار وانا بشكرك يا هلا